السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل مصري راحل اسمه رأفت راجي. رأفت راجي هو ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية في منتصف السبعينات بالعمل في أفلام السينما وبعض مسلسلات التلفزيون بأدوار ثانوية مساعدة، أغلبها دور المحقق ووكيل النيابة وضابط الشرطة. ومن أهم مسلسلاته أحلام الفتى الطائر، هي والمستحيل، ومن أهم الأفلام اللي شارك فيها البعض يذهب للمأذون مرتين، وفيلم البيضة والحجر. الفنان رأفت راجي شارك في عدة أعمال، منها فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، فيلم وطمني أحزان، فيلم خدعتني امرأة، فيلم احنا بتوع التوبيس، فيلم الحب وحده لا يكفي، فيلم مرسي فوق مرسي تحت، فيلم لن اغفر ابدا، فيلم المشبوه، فيلم الانسان نعيش مرة واحدة، فيلم اشياء ضد القانون، وفيلم السادة المرتشون، وفيلم واحدة بواحدة، وفيلم خلي بالك من عقلك، وفيلم ملف في الأداب، وفيلم جري الوحوش، وفيلم جنة الشياطين. الفنان رأفت راجي شارك في عدة مسلسلات، منها مسلسل أبناء دهشان، مسلسل رأفت الهجان، مسلسل الرحلة، مسلسل غدا تتفتح الزهور، مسلسل دموع في عيون وقحة، مسلسل أبناء الأعزاء. شكرا. الفنان الممثل المصري الراحل رأفت راجي تاريخ ميلاده كان 5 يونيو عام 1939، وتوفي عن عمر 71 عاما في 25 أكتوبر عام 2010. كنا نتحدث عن الممثل المصري الراحل رأفت راجي. في الدولاب جوه شكلها قريب، شوية بطاطس في الماضي.